أهلا بكم في نشرة جديدة من نشرات المصري اليوم، بنتابع مع حضراتكم أبرز الأخبار المحلية والعالمية. وعلى رأسها، الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي للإسكان الخاص بالموظفين بالعاصمة الإدارية. ظهور سلالة جديدة من أوميكرون في بريطانيا. أول تحرك من نقابة المهن التمثيلية بشأن أزمة فيلم أصحاب ولا أعز. كاف يؤجل أولى مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا. كنتم مع العناوين وإلى التفاصيل. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بمدن الجيل الرابع وتطوير محافظة القاهرة. وعرض وزير الإسكان مستجدات الموقف الحالي لمختلف المشروعات في إطار مدن الجيل الرابع وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، لا سيما منطقة الأبراج المركزية وكذلك الأحياء السكنية المختلفة. وفي هذا السياق تابع الرئيس الموقف التنفيذي للإسكان الخاص بالموظفين في العاصمة الإدارية، وذلك تمهيداً لبدء الانتقال الفعلي إلى العاصمة، خاصة ما يتعلق بتوزيع الوحدات السكنية البالغ عددها حوالي 30 ألف وحدة، موجهاً في هذا الإطار بالالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ وفق أعلى معايير الجودة المخططة. انتقالاً للأخبار العالمية، يراقب خبراء الصحة البريطانيون خلال الفترة الجارية متغيراً فرعياً من أوميكرون يصعب تتبعه وسط مخاوف من أنه قد ينتشر بوتيرة سريعة. ومن المرجح أن يكون المتغير الفرعي الذي ظهر في المملكة المتحدة أكثر قابلية للانتقال وأكثر قدرة على التهرب من اللقاحات من السلالات الأخرى. وتم بالفعل تأكيد 426 حالة مصابة بالمتغير الجديد في المملكة المتحدة حتى الآن، وما زال مواطنون آخرين تحت الاختبار. ويشار إلى أنه تم اكتشاف حوالي 8000 حالة مصابة بالسلالة السائدة في 40 دولة مختلفة، كما تتزايد الإصابات في الدنمارك وألمانيا تحديدا. وعلى الصعيد الفني، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا بشأن الجدل المثار حول فيلم أصحاب ولا أعز. وأكدت نقابة المهن التمثيلية أنها تابعت كافة ردود الأفعال التي ظهرت على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى بعض الآراء من الشخصيات السياسية والتي دارت حول العمل الفني فيلم أصحاب ولا أعز، والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية منى زكي عضو النقابة. وأوضحت أنه نتيجة لهذه المتابعات تؤكد النقابة على ثوابت أساسية أهمها الحفاظ على حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية كجزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين، كما أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه. وستقوم النقابة بدعم الفنانة منى زكي حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة. وأشارت النقابة إلى حرصها على القيم الأصيلة للمجتمع المصري، مؤكدة أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائقة وأن تدق نقوص الخطر على ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا، ويجب التصدي لها فنانون ومبدعوها بأعمالها والتي تكشف كثيرا منها، كما تعطي رسالة تنبيه للجميع، وهذا دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا. وتهيب النقابة بالجميع عدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق معه البعض أو يختلف عليه. رياضياً، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا، وكان من المفترض أن تقام المباراة شهر فبراير المقبل، ولكن تم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 حتى 12 فبراير المقبل. وأوضح كاف في بيانه صباح اليوم أن مباراة الأهلي والمريخ السوداني ستقام في 9 مساء بتوقيت القاهرة يوم 5 مارس المقبل، ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا المريخ والهلال السودانيين وصن داونز الجنوب إفريقي. إلى هنا تنتهي نشرتنا، كنت معكم أنا هبة الله محمد من صالة تحرير المصري اليوم.